الاستعداد لأخذ الإشارة من المراقب الإداري جعفر الحداد، وأعطى الإشارة لسعد الفضلي وصافرت بداية أحداث المباراة. إذن نتمنى أن نشاهد مباراة إذن في منافسات كرة القدم الكويتية للشباب، لون الأزرق والفحيل بلون الأحمر. غيابات إذن عرفنا من هم غائبين، يمكن الأكثر بروز بالنسبة للعدد بالنسبة لنادي الفحيل، والأبرز يمكن نقول زي زكريا بداعي العقوبة الإدارية، وأربع وثلاث لاعبين أيضا بدواعي أخرى، لكن بالنسبة للأبرز يمكن بداعي الإصابة عبدالله الباذر، نتمنى له الشفاء والإصابة اللي حصل عليها في الأيام السابقة، نتمنى له أكيد أن يرجع بصحة وعافية. لكن بالنسبة للفحيل ممكن نقول ويلسون البرازيلي والأبرز الغائبين عن هذا اللقاء أمام النصر بعد حالة الطرد اللي حصل عليها، وكرة ملعوبة في بداية أحداث المباراة لصالح نادي الشباب في محاولة ناحية اليمين، كرة منقولة لكن الإعاقة موجودة والكرة فيها فاول لصالح الشباب. ناصر سالم من ناحية اليمين، كرة الآن فاول، راح نذكر منهم في تشكيلة الفريقين، لكن بعد هذه اللعبة في كرة ثابتة الآن لصالح نادي الفحيل. نيبوش السربي يضع الأسماء في هذه اللحظات لصالح الشباب، لكن تنشال وتبعد من قبل الفحيل، طويلة ملعوبة في النص، ترجع مرة ثانية للفحيل، لويز بيستقبلها بيحاول يكمل فيها، لكن أوسينو ندائي ليشغل منطقة الوسط لنادي الشباب. بالنسبة لنادي الشباب ومن هم في أرضية ملعب المباراة، سعد العنزي حارس المرمى خط الدفاع، محمد المسوي، سين نادر، جيمس أوكواسا، ناصر سالم بالوسط، أحمد بومريوم، زكريا ديالو، أحمد يونس اللي بيعود إلى التشكيلة، أوسينو ندائي، أرفنج دابي، يوسوباي، وفي خط الهجوم لنادي الشباب. بالنسبة لنادي الفيحين خالد العجاجي حراسة المرمى، ناجي العجمي، جاسم كرم، عبدالله الشامي، محمد نعيم، حسين عبدالله، وهذه الكرة ملعوبة لصالح نادي الشباب، لكن ترجع مرة ثانية إلى ناصر سالم ناحية اليمين، كمل إذن حسين عبد الله، لويس فرناندو، نواف الخالدي، سالم الأجري، جاي ديمبلي، ويس هنري، سيدريك هنري، وفي خط الهجوم لنادي الفحيل في هذه المباراة ظاهر العدواني وضع الأسماء للبحث عن أول انتصار. الفريقين بدون أي انتصار في الجولتين السابقين للمباريات السابقة، الشباب خسر مباريات أمام القادسية والسالمية، أما الفحيل خسر المباراة الأولى أمام كاظمة وخسر وتعادل بالثانية عند نقطة واحدة، لكن اليوم ومفترق طرق أكيد لازم يكون اليوم ما في حذر، اليوم إذا أنت وكما سموه يعني المحللين أو حتى الإداريين للفريقين هذه المباراة هي ديربي، سميت هذه اللقاءات بما بين الفريقين في ديربي المنطقة العاشرة أو ديربي الأحمدي، لكن اليوم نشوف وتستمر هذه المنافسات ما بين الفريقين، هل نشوف بنفس الفكرة والإنجاز في تحقيق الثلاث نقاط؟ كرة ملعوبة، شنو ندائي بيلمسها على طول، لمسة طويلة سريعة إلى يوسف آي، لمسة إلى ندائي سريعة، لكن أقرب لها مع التغطية خالد العجاجي حارس مرمى نادي الفيحيل ومنتخب الكويت الأولمبي. كرة اللعب لصالح نادي الفيحيل، الخندي بيلعبها إلى ولويز، هنري أيضا
رجع بسام في منطقة الوسط لصالح نادي الفيحيل. عبد الله الشامي بيلعب ناحية اليسار، توصل إلى ناجي العجمي. بعد الكرة لكن كرة في نص الملعب ناحية اليمين بالنسبة للشباب، وفي فاول. فاول لصالح الشباب. سعد الفضلي حكم المباراة قادم قبل أيام من بطولة غرب آسيا للشباب. كرة ملعوبة ناحية اليسار. محمد دوسري. دوسري بيلعبها طويلة ناحية اليسار إلى نداي. نداي بيسلم كرة الآن ناحية اليسار بالانطلاقة السريعة. ولعبة عرضية ومحاولة لكن يبعدها العجمي. بيتابعها نواف الخالدي. كرة بتروح إلى هنري اللي راجع. لكن في فاول ديمبلي في أرضية ملعب المباراة. الاحتكاك سلبي لصالح نادي الفيحيل. فاول في نص الملعب لصالح الفيحيل. مباراة أتوقع أن تكون فيها ندية وإثارة معه. رؤية المدربين ظاهر العدواني اللي بيقود نادي الفيحيل من أكثر من موسم يطمح أكيد في هذه المباراة مع يعني تقارب المستوى الفني ما بين المنافس في هذه المباراة أن يحقق 3 نقاط. في نفس النظرية أكيد راح تكون نبوشا ورؤية الطاقم الفني لهذه المباراة. المباراة إذا تقام في استاد نادي الشباب في منطقة الفيحيل لحمدي، ومواجهة الفيحيل. الانطلاقة ناحية اليسار بالكرة عرضية والمحاولة لكن كرة لخارج الملعب عن تغطية إلى خارج الملعب. زين نادر كابتن وقائد نادي الشباب في هذه المباراة. كورنر لصالح الفيحيل. محاولة الآن لهجمة لويز فرناندو يغيب عنا أيضا زميله ويلسون لنادي الفيحيل. كورنر على يمين مرمى نادي الشباب. كرة اللعب المحاولة تنحط بالرأس خطر الله. مرة ثانية يحط بالجول. الله جول لصالح الفيحيل. سيدريك هنري بيحط له كرة بيتابعها في مرمى نادي الشباب من كورنر. لعبة الكرة في متابعة من أكثر من لاعب لكن هنري بيتابعها. هنري بيتابعها وهنري بيسجلها. شوف 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 صدى حارس المرمى أيضا تابعها هنري بنجاح. شوف لعبة كانت من الخالدي والشامي اللي لعبها في البداية لكن هنري أيضا كان قريب من حارس المرمى. شوف واضح الرؤية وأكثر من لاعب والتغطية كانت ناجحة بالنسبة لدفاع نادي الشباب. أيضا الدوسري كان هو الأقرب في لمسة وإبعاد الكرة عن مرمى نادي الشباب لكن هنري في مكان وفي زمان. وضع الكرة في أول أهداف المباراة بالدقيقة 8 بيضع هدف المباراة الأول لصالح نادي الفيحيل. هدف مباراة الأول بيسجله سيدريك هنري بنجاح الحقيقة. برافو برافو. كرة ملعوبة سريعة ناحية اليمين. ناصر سالم بيلعب كرة عرضية. نداي بيحطها بالجول. الله بصيد العجاجي وفرصة التعادل. مباراة الآن تغيرت فيها الأمور إلى مرحلة تسجيل وتهديد مرمى الفريقين. كرة ملعوبة في نص الملعب إلى حسين نادر. ملعوبة في الأمام. نداي عمل كرة حلوة الحقيقة وسينو نداي في هجمة لصالح نادي الشباب بأسلوب وطريقة. بأسلوب وطريقة حلوة لصالح نادي الشباب في أول رد سريع بعد الهدف في الدقيقة 8 لصالح نادي الفيحيل. كرة ملعوبة ومحاولة الآن لصالح نادي الشباب توصل إلى حسين نادر. بالنص ملعوبة إلى زكريا ديالو. نقلة توصل مع الدوسري بيلعبها ناحية اليسار على الخط نداي لكن جاسم كرم إلى خارج الملعب يبعده مبدأ السلامة. ظاهر العدواني إذن في أول
احداث الشوط الاول بارتياح اكيد. ينجح الفريق بمتابعة والتسجيل اول اهداف المباراة. شوف هذه هجمة الشباب، وشوف شنو ندائي بالاستلام والمرور والتحضير بشكل جميل الحقيقة، حضرها ولعبها لكن خالد العجاجي برافو، تمركز بشكل ناجح، تمركز في المكان الصحيح. خالد العجاجي منع فرصة تسجيل ايضا هدف لصالح الشباب وهو هدف التعادل. كرة اللعب لويس بيلعبها طويلة على الخط ناحية اليمين لكن اقرب الى دفاع الشباب. احمد بومريوم كرة معه، كرة توصل بالنص الى زكريا ديالو لكن بومريوم بيلعبها طويلة ناحية نداي محمد دوسري. زكريا ديالو، زكريا بيحاول يمر ناحية اليسار قدم لكن في فاول خطأ عكسي لصالح الفيحيلو. وسينو نداي الحقيقة يعني هو بالموسم الثاني مع نادي الشباب وكان معه أيضا أوسينو سيزار، والتشكيل كان هجومي خطير جدا في الموسم السابق لكن سيزار انتقل إلى نادي الجارة وبقى أوسينو نداي، وبقى نداي بأسلوبه وطريقته في ملعب المباراة اللي دائما عند اللمسات الجميلة اللي بينفذها في ملعب المباراة. نداي متميز الحقيقة لنادي الشباب. كرة ملعوبة لصالح الفهيل والمحاولة ديبلي بيسيطر على الكرة والمحاولة بكرة عرضية لصالح الفهيل لكن تنشال من ناصر سالم، ترجع مرة ثانية كرة لصالح نادي الفهيل. محمد نعيم بالطول ترجع ناجي العجمي في محاولة نواف الخالدي، ترجع الكرة لصالح الفهيل إلى عبد الله الشامي صاحب اللمسة الأولى لكرة الهدف. خالد العجاجي ترجع للكرة بيلعبها طويلة لصالح الفهيل والمحاولة في المتابعة يوسباي لكن مقطوعة لصالح نادي الفهيل والكرة لصالح نادي الشباب. رمية تماس، هذه اللقطة الجميلة نلاحظ في الملعب اليوم بتاريخ 2/12/2021. المباراة تقام في هذا اليوم يوم الخميس في أجواء جميلة جدا، بأجواء يعني لكرة القدم جميلة. محمد الدوسري بيلعب كرة لصالح الشباب، نغلة في الأمام إلى يوسو باي لكن لويز قطعها لصالح الفحيل. محاولة للاستمرار والحفاظ على الكرة لكن بالطول إلى نواف الخالدي اللي بيتابعها ويلا بيلعبها. هنري بيستلمها لصالح الفحيل، بومريوم قاطعها حلوة بيسيطر على الكرة، وأيضا زكريا ديالو بيلعبها ناحية اليمين لكن يبعدها محمد نعيم. العاد بالتشكيلة لفريق نادي الفيحيل، سيطر الآن في هذه اللحظات بالنسبة لنادي الشباب على الكرة في أرضية ملعب المباراة. بومريوم حلوة بيلعب كرة ناحية اليسار إلى دوسري نداي إلى أحمد بومريوم، ينقل كرة ناحية اليمين لكن سريعة سريعة إلى خارج الملعب. محاولة للمتابعة ناحية اليمين لكن مرت سريعة على أرفانج دافي، هذا جيمس قلب الدفاع الشبابي. رمية تماس تتغير من الفيحيل إلى الشباب، خطأ إذن بالتنفيذ. سعد الفضل في المتابعة ويعطي غرارة، يظهر أيضا التأخير، أعطى غرارة أيضا سعد الفضل بالتغيير. محمد نعيم كرة مع الفيحيل وإلى ملعوبة ناحية ديمبلي، انقطع لصالح الشباب. جيمس كواسا احمد بومريوم حلوه ويسيطر ولف نقلب الى احمد يونس لكن في فاول لصالح نادي الشباب، فاول لصالح الشباب. كره اللعب احمد بومريوم الى محمد الدوسري ناحيه اليسار، ظهير اليسار بيرجعها
الى حسين نادر. جيمس نقله ناحيه دافي، يمر بيتقدم دافي، يحاول يعدي لكن اكثر من لاعب، ضغط على حامل الكره، ضاعت فرصه التحضير، تلعب يكمل فيها ايضا لويس فيرناندو، بيلعبها طويله الى هنري لكن اقرب لها مع التغطيه الناجحه. سعد العنزي حارس مرمى نادي الشباب بيلعبها على طول، توصل ناحيه اليسار، يوسينو ندائي، ندائي بالنص الى دافي، اوسينو يونس حلوه بيلعبها، والمحاوله يوزفاي ينقلها ناحيه اليمين الى دافي، دافي ناصر سالم بيحاول يلعبها عرضيه لكن بيشيلها عبد الله الشامي، والكره بالطول اقرب الى ناصر سالم لصالح الشباب، تلعب ارفنج دافي الى جيمس، نخله بالارض ملعوبه حلوه بتمر خطرت باي سيوبي بيحاول لكن لخارج الملعب قويه الحقيقه، داخل منطقه 18 بيلعب كره سيوباي اوف حتى بيسارة قويه لكن عدت الى خارج الملعب، وهي كانت والتركيز كان بعيد في كره قويه، حاول يلعبها يوسوباي الى خارج الملعب، خالد العجاجي ركله مرمى، ونيبوشا يبحث عن التعادل مع توجيهاته في ملعب المباراة، الكرة ملعوبة إلى خارج الملعب بينما نجح في أول لمساته ظاهر العدواني، والاستفادة من ناحية التوجيه في التركيز في ملعب المباراة، كرة ملعوبة ناحية اليمين لصالح نادي الشباب. جيمس بيتقدم الآن صفوف وخطوط نادي الشباب في ملعب نادي الفيحيل، وشينو ندائي كرة معاه في محاولة الآن إلى أحمد يونس، يونس بينقل كرة بيوزع ناحية اليسار إلى محمد دوسري، دوسري بيحاول هي كرة لكن بالطول، والكرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح نادي الفيحيل، محمد دوسري يحاول يلعب كرة الحقيقة لمسة كانت يعني فيها فن، فيها فن حقيقة، لكن عدت وطالت إلى خارج الملعب، سيدريك هنري صاحب الهدف في الدقيقة الثامنة من أحداث الشوط الأول، كرة مقطوعة لصالح نادي الشباب، لمسة حلوة من أحمد يونس لكن دافي أمام تغطية من محمد نعيم، كرة اللعب ديمبلي لمسة أيضا حلوة من الخالدي إلى ديمبلي بيكمل فيها الانطلاقة السريعة لصالح نادي الفيحيل ناحية اليسار، جاي ديمبلي، ديمبلي بيحاول لكن جيمس قاطعها، دفاع نادي الشباب اللي يبعدها لخارج الملعب، رمية تماس لصالح نادي الفيحيل، هذا أحمد أبو مريوم وأحمد يونس الحقيقة عندهم لمسات جميلة في خط الوسط للشباب. محمد نعيم رمية تماس ملعوبة ناحية اليسار، الكرة للفيحيل إلى ناجي العجمي بترجع بالنص إلى عبد الله الشامي، غير الآن اتجاه الكرة إلى اليمين جاسم كرم، لويز هنري لمسة جميلة حلوة، والمحاولة ناحية اليمين لكن مقطوعة إلى حسين كرم، عبد الله الشامي لفيحيل بيرجعها، كرة بالنص لصالح الشباب، بو مريوم محمد الدوسري كرة اللعب إلى جيمس أكواسا، ما زال يعني لفيحيل بشكل خط الدفاع المتقدم، لبلوك الدفاع المتقدم اضعاف الفرصه لبناء الهجمه، وهذه شوف الكره مقطوعه خارج منطقه 18 في منطقه وسط ملعب نادي لفيحيل، تركيز الان بادي واضح على التحرك في الخطوط في ملعب المباراه، بينما
نادي الشباب بواقعية الحقيقة يفرض الأمور والسيطرة في ملعب المباراة في غالب الأحيان. أحمد يونس كرة معاه بحاول لعبها إلى نداي لكن بالطول ويبعدها عبد الله الشامي إلى خارج الملعب رمية تماس. عبد الله الشامي سبق وأن لعب مع المنتخب العربي السوري كرة ملعوبة. صافرا بوجود يظهر بوجود خطأ. أحمد يونس في أرضية الملعب أعطى فرصة سعد الفضلي لكن فقدان الكرة يرجع إلى القرار والاحتكاك في محاولة الآن في كرة ثابتة لصالح نادي الشباب نفس المنطقة في ثاني مرة وقراءات. إذن سعد الفضلي بوجود خطأ لصالح نادي الشباب. أحمد يونس من المتميزين في الكرات الثابتة واللي راح يلعب الكرة. أحمد يونس كرة لصالح الشباب ملعوبة لكن تبعد. حسين عبد الله ترجع مرة ثانية. حسين عبد الله إلى محمد نعيم توصل ديمبلي لكن بالطول حسين عبد الله تفاهم ما بين لاعبي نادي الفيحيل للسيطرة على الأمور في ملعب المباراة. لويز الشامي بيلعبها بغير ناحية اليمين إلى جاسم كرم كرة اللعب ناحية اليمين حسين عبد الله لكن بالطول إبعاد الكرة خارج الملعب رمية تماس كرة اللعب توصل مع الفيحيل نص الملعب واف الخالدي ناحية اليسار محمد نعيم ترجع إلى دفاع نادي الفيحيل إلى خالد العجاجي ناجي العجمي كرة مع الفيحيل تنقل لكن بالطول إلى خارج الملعب. الفيحيل في مباراته الأولى كان هو صاحب الافتتاح للدوري أمام نادي كاظمة وخسر بفارق هدف واحد أمام نادي كاظمة وتعادل في المباراة الثانية أمام نادي النصر اللي كانت بعيدة جدا عن المستوى الفني في كرة القدم بينما نادي الشباب واجه القادسية في أول لقاءات الفريق وكانت مباراة صعبة. أيضا في المباراة الثانية أمام السالمية كانت أيضا صعبة تواجه يعني الفرق أصحاب الأرقام والبطولات والمراكز المتقدمة أيضا فيها صعوبة لكن الآن تقارب الفريقين في المواجهة الأفضلية إذن لتحقيق الثلاث نقاط ممكن تكون ناجحة الآن بعد وصول المنافسات في الجولة الثالثة. محمد نعيم بيحاول لصالح الفعيل يلعب كرة لكن قطع ربكة خارج منطقة 18 وناصر سالم يبعدها إلى أحمد يونس بيلعبها ناحية اليمين مغير مكانه وسنه نداي نداي بيلعبها بالنص إلى دابي لصالح الشباب. محمد دوسري كرة معاه توصل اللي غير مكانه أيضا من اليسار إلى اليمين لكن تغطية لدفاع نادي الفيحيل إلى خارج الملعب جاسم كرم وما زالت رؤية المدرب ظاهر للعدواني وأكيد فيها أريحية ويطلب أكيد الثبات. هذا دابي اللي كان معنا بالصورة محترف جديد في صفوف نادي الشباب من السنغال أكيد التأثير مع المساعد لمدرب فريق نادي الشباب مالك جون أكيد يعطي الأفضلية في القراءات الفنية لمواطنيه من هم بحالة جيدة لي المساهمة في الطاقم الاحترافي في الفريق. كرة ملعوبة حلوة لصالح الشباب لكن جاسم كرم بيقطع الأمور بمحاولة توصيل الكرات الجيدة لصالح نادي الفيحيل. إلى الآن يقود هو والشامي وهذه النقلة الآن إلى سيدريك هنري. هنري بيلعبها والمحاولة الآن والكرة حلوة حلوة بيمر بعدي لكن بالطول إلى خارج الملعب. سالم الهاجري
وفاصل جميل حقيقة، مهاري جميل من خارج 18 إلى الدخول. شوف هنري، شوف إلى سالم الهاجري، شوف الاستلام وشوف التحضير، مرور جميل من الهاجري، لكن تغطية القائد حسين نادر إلى خارج الملعب. حلوة حلوة لعبة سالم الهاجري، اللمسة الحلوة كانت حاضرة. سلامات ناصر سالم في أرضية الملعب، يدعى عليه الصابة، صيغة حلوة يعني الطريقة اللي نفذها سالم الهاجري لاعب نادي الشباب، وهذا هدف لفحيل بعد ما تابع الكرة. وهذه اللعبة كانت من نواف الخالدي، وعبد الله الشامي اللي حطها براسه لكن أبعدت مع التغطية أمام المرمى لنادي الشباب. لكن سيدريك هنري وقراءة لاعب الهجوم بشكل ناجح. إذن كورنر لصالح نادي الفيحيل. بالسلامة ناصر سالم يتابع علاجه خارج أرضية الملعب. نواف الخالدي على تنفيذ الكرة الثابتة، الكورنر لفحيل، المحاولة تلعب بالرأس لكن تنشل وتبعد إلى خارج الملعب، ومطالبة بوجود لمسة يد، لكن القراءات تبقى مع الطاقم التحكيمي، تبقى مع الطاقم التحكيمي. يعني علينا الانتظار وعلى لاعبين نادي لفحيل الانتظار، إذا كانت القراءة مؤثرة في اللعبة هي تبقى رؤية الطاقم التحكيمي والزملاء في تقنية الفيار والوقوف. بالنسبة لمحمد الدوسري كانت اللقطة تحتاج لقراءة أخرى، وعن المتابعة هل الكرة عدت حدود ملعب المباراة وخط المرمى، هل الكرة فيها لمسة يد؟ إذن احنا مع قراءات الطاقم التحكيمي، مع قراءات الطاقم التحكيمي. وسعد الفضلي ما زال ينتظر المشورة من زملاء في تقنية البي آر والرؤية الفنية للطاقم التحكيمي. اللقطة تحتاج للمراجعة، من القرار يكون واضح. البي آر الآن وبيتابع اللقطة والقراءة، لمس الكرة كانت داخل حدود المرمى، الكرة كانت مؤثرة بهذه اللمسة وموقعها. وسعد الفضلي وقراءة الزملاء، يطلب الهدوء سعد الفضلي، وعلينا الانتظار في هذه اللقطة. احنا في الدقيقة 28، اذا الكرة ما فيها شيء يعطي الافضلية في الاستمرار سعد الفضلي والطاقم التحكيمي، والكرة الى خارج الملعب. مهما كانت القراءات يبقى قرار حكم المباراة هو الفاصل في هذه المباراة. احنا في انطلاقة مباريات الجولة الثالثة دوري السي سي للدرجة الممتازة، واولى المباريات الان ما بين الشباب والفحيل، يستضيف الشباب لفحيل في استاد نادي الشباب، وهي يعني فرصة للفريقين لإحراز النقاط الثلاث. يظهر أن ناصر سالم يتعرض لإصابة، وشايف علي فورد بجهز نفسه للدخول كلاعب بديل، وهذه الإعادة للقطة اللي يحتاج أيضا الطاقم التحكيمي للمتابعة والمراجعة للقرار. إذن ما زالت النتيجة بتقدم الفحيل بهدف وحيد في المباراة، وينزل إذن علي فورد إلى الملعب بدعي الإصابة ليغادر ناصر سالم اللي تمنى له السلامة أكيد. المباراة في متابعة، كرة ملعوبة لصالح نادي الشباب. زكريا ديالو تنقل توصل ناحية اليسار إلى محمد الدوسري،
دوسري بيحاول لكن بيلعبها الى شنو نداي نداي ترجع والكرة اللي خارج الملعب هذا هنري والكرة فاول لصالح الشباب ملعوبة على طول الى زكريا داري مقطوع الكرة لصالح الفهيل نقلة سريعة والانطلاقة بيجمع كسية سريعة لويز بيحاول يلعبها لكن سريعة وأقرب لها سعد العنزي من أمام ديمبلي من أمام ديمبلي كرة لصالح الشباب كرة اللعب إلى نداي نداي نص الملعب لصالح الشباب لويز ديمبلي راجع وقاطع الى هنري لصالح الفهيل كرة منقولة لكن سريعة سريعة الى خارج الملعب ويعتذر هنري برافو ايضا كرة مع فريق نادي الشباب تنقل ناحية اليسار والشباب الباحث عن هدف التعادل جيمس تلعب إلى أحمد بومريوم بيلعب كرة طويلة ناحية اليسار وفي احتكاك ويظهر في فاول ويظهر ان في قرار اداري من حكم المباراة الى حسين عبد الله مع التدخل القوي تدخل قوي التحام في هذه المرحلة والرؤية اذا سلبية التدخل بالنسبة لحسين عبد الله بقراءة سعد الفضلي بوجود احتكاك اذا قرار اداري الانذار لحسين عبد الله كرة اللعب محمد الدوسري لمسة ايضا بطريقة جميلة وتفاهم جميل الى زكريا بومريوم دافي بيحاول يعني يتابع لكن تطول وفي فاول لصالح الفهيل فاول لصالح الفهيل ما زال يعني فريق نادي الشباب بيحاول ان يحافظ على النتيجة بالمقابل وقراءة نادي الشباب في محاولة الوصول إلى مرمى فريق نادي الفيحيل في محاولة دائمة لكن الشق الدفاعي بالنسبة لنادي الفيحيل الأكثر تركيز في محاولاته كرة اللعب بالنص مقطوعة لصالح الفيحيل جاسم كرم إلى حسين عبد الله وإلى ملعوبة إلى هنري لكن تبعد من حسين نادر إلى خارج الملعب رمية تماس لصالح الفيحيل كرة اللعب حسين نادر شيله من أمامه وشنو نداي إلى خارج الملعب بعد الآن وصلنا لدقيقة 34 وفي الأربع والخمس دقائق السابقة أصبحت الأمور يعني أكثر هدوء وكأن يعني تركيز بدأ يكون حاضر بالنسبة لتحرك فريق الفريقين في ملعب المباراة كرة ملعوبة لصالح هنري هنري بيحاول يهيئها مع حسين عبد الله مقطوعة وديمبلي بيستلم الأمور الآن بيحاول ينقلها ناحية اليسار محمد نعيم لكن
تغطية موجودة. دافي اللي بيرجعها إلى الدفاع نادي الشباب. جيمس بينقلها إلى زكريا ديالي، والمحاولة لهجمة لصالح نادي الشباب أحمد يونس، والتفاهم في نقل الكرات القصيرة، تنقل ناحية اليسار إلى محمد الدوسري، دوسري إلى ناداي، أوسينو ناداي بيرجعها زكريا ديالي، توصل بالنص أحمد بومريوم بيلعبها بالعمق الآن إلى يوسوباي، يوسو بيمر بلف إلى ناداي، يوسوباي بيحط الله، حلوة وقراءة وتفاهم وتفاهم جميل الحقيقة ما بين اثنين ناداي ويوسوباي. شوف الإعادة وشوف القراءة الجميلة ما بين الاثنين في محاولة الوصول إلى مرمى نادي لفحيل، لكن الكرة عدت مع لمسة بتغطية دفاعية إلى خارج الملعب. كورنر لصالح نادي الشباب. أوسينو ناداي في محاولة الآن منقولة تنحط بالرأس، خطر الله نجح فيها يوسوباي بلمسة براسه في مرمى نادي لفحيل مع الكرة الثابتة من كورنر ناداي، هذه المرة من كرة ثابتة صنعها ناداي إلى رأسية يوسوباي، وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 36. شوف العداء من كورنر، كرة لعبت وأخذ مكان بارتقاء جميل وعالي ليحطها في الزاوية البعيدة ويسجل هدف التعادل بالدقيقة 36. يوسوباي ينجح الآن في فرضية الحضور كلاعب هجومي ناجح في هذه المرحلة والمباراة إلى تسجيل هدف التعادل بعد المحاولات الكثيرة الحقيقة اللي كان ناجح فيها نادي لفحيل في خط الدفاع في إبعاد الفرص اللي كان ممكن يسجل فيها نادي الشباب، لكن أتت الحلول من الكرات الثابتة واللي هي الكورنر إلى تسجيل هدف التعادل. الآن رجعنا إلى أجواء المنافسة، التعادل ما بين الفريقين الشوط الأول، ما زلنا يعني نحكي حكاية المنافسة في المباراة. أحمد بومريوم جيمس بتقدم صفوف الشباب في ملعب المباراة، تغيير من منطقة بداية المناورة دائما تكون ناحية اليسار محمد الدوسري، لوب جميل يوسوباي إلى ناداي، ناداي بيحاول يمر لكن التغطية إلى الشامي، والكرة ما زالت موجودة في ملعب المباراة، كرة ملعوبة يوسوباي، قلب الهجوم الشبابي جسمانية حاضرة، التأثير يكون في مرحلة الالتحام من صالح يوسوباي، وفعلا القرار إلى خروج الكرة ملعب المباراة في هذه المرحلة، وما زالت الكرة لصالح يوسوباي، وتغطية جاسم كرم إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. إذن في تحرك الآن مع الهدف لصالح نادي الشباب، وكأن التحرك في محاولة الوصول إلى هدف ثاني. كورنر لصالح نادي الشباب، كورنر أوسينو ناداي في الكورنر الآن، كرة ملعوبة لصالح نادي الشباب، تنحط بالرأس خطرة لكن التغطية الدفاعية، تغطية دفاعية، كرة ما زالت موجودة لصالح الشباب إلى دابي في المحاولة، لكن التغطية من نواف الخارجي بيبعدها ناحية اليمين ديمبلي، وفي احتكاك وفي فاول لصالح نادي الشباب، وفي مطالبة بالسلامة الدوسري في ثاني يعني احتكاك يتأثر فيه محمد الدوسري، وفي مطالبة بوجود لمسة يد في اللعبة، لعبة الكورنر الأخيرة، وشايف الامتحام ما بين ديمبلي والدوسري. بالسلامة محمد الدوسري، وأيضا هي مراجعة، وشوف اللقطة اللي كانت فيها مطالبة ممكن تكون فيها لمسة، لكن هل كانت اللمسة مؤثرة؟ إذا الكرة ما فيها شيء، السنة في اللعب، كرة ملعوبة ناحية اليمين سريعة إلى دابي، لكن طويلة وأقرب لها محمد نعيم، توصل الكرة إلى نواف الخالدي لصالح لفحيل،
في مباراة جميلة الحقيقة بأحداث الشوط الأول، نشاهد يعني تقدم لفيحيل ومحاولات نادي الشباب في الوصول والقراءات اللي ممكن يحاول أن يصل فيها إلى حفاظ على الهدف الوحيد، لكن أتت محاولات نادي الشباب هي الناجحة ورغم الكثرة والتحرك الحقيقة في ملعب وسط المباراة، لكن ينجح من خلال الكرة الثابتة كما نجح نادي الفيحيل في الكرة الثابتة وهي الكورنر. كرة موجودة لصالح الفيحيل لمصلحة الفيحيل، نواف الخالدي والتحضير إلى ناجي العجمي واللمسة الجميلة بفنية الحقيقة بقراءة إلى نواف الخالدي بالنص، الكرة إلى سالم الهاجري بينقلها قصيرة إلى هنري، هنري بيحاول يغير في ناحية اليمين، أفضلية في الاستمرار والغراء شنو نداي قاطعها، لكن أيضا تنقطع لصالح الفيحيل في محاولة الآن نواف الخالدي. وصلنا للدقيقة 41، كرة ملعوبة طويلة ناحية اليسار إلى محمد نعيم يحاول فيها ناحية اليسار، لكن كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، رمية تماس ملعوبة على طول لصالح الشباب إلى زكريا ديالو إلى محمد الدوسري، منطقة المناورات الآن اللي تأثر أو هل تأثر محمد الدوسري بنشاط الحقيقة جميل دائما يقدمه هذا اللاعب محمد الدوسري، كرة معاه حاول عبه لكن تغطي حسين عبد الله، مرة ثانية بيتابعها يوسف باي، يوسف ونداي والشامي بيلعبها طويلة وفي فاول لصالح الشباب. محمد الدوسري أيضا مع الاحتكاك محمد حسين عبد الله، إعادة سريع بحاول يستغرب يعني كان التحام كان غير مقصود أكيد واضح لأن الكرة كانت ما بين الاثنين وهذا التحام سابق ما بين هنري، والكرة الآن هي فاول لصالح الشباب. زكريا ديالو هذه كانت فيها مطالبة لكن أفضلية أيضا بقراءة حكم المباراة. كرة اللعب في الأمام لصالح الشباب، يوسف هاي بيسيطر على الكرة بيحاول يلف جيت اليمين لصالح الشباب إلى أورنج دابي، أيضا يوسف هاي بيتابع ناحية اليمين بيقدم المساهمة والمحاولة بناء الهجمة لصالح نادي الشباب اللي تغيرت عند الأمور والقراءة في الوصول حلوة، أحمد يونس بيحاول يمر لكن مقطوع الكرة إلى نادي الفيحيل، محمد نعيم كرة معاه توصل كرة بالنص بالنص إلى خالدي، ناجي العجمي بيغير ناحية اليمين لكن الدوسري قاطعها إلى زكريا ديالو، كرة مع الشباب تقل فيها ناحية اليسار في الانطلاقة، تمريرة إلى نداي، نداي على الخط يحاول لكن جاسم كرم قاطعها لصالح دفاع الفيحيل، خالد العجاجي طويلة نص الملعب، هنري تطول أقرب إلى دفاع نادي الشباب، جيمس إلى الدوسري، محمد الدوسري نداي هي نفس الدوسري استقبل تمريرة لكن التغطية الدفاعية، كرة ترجع كرة بالنص ما زالت الكرة مع الشباب، سين نادر إلى أحمد يونس حلوة اللمسة، أورفانج دافي وكرة ملعوبة من علي فورد عرضية لكن أقرب لها عبد الله الشامي، كرة لمصلحة الفيحيل لكن الأفضلية كانت بوجود خطأ، قراءة حكم المباراة بوجود خطأ مع تدخل ديملي، كرة ملعوبة جاسم كرم طويلة كرة بالنص بومريوم هي ترجع مرة ثانية لفيحيل ناحية اليمين، هنري في محاولة الآن والمتابعة من لويز لكن جيمس إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب بتعادل، ووصلنا الآن إلى الدقيقة الأخيرة والتعادل حاضر في قراءة
اللاعبين بمستوى فني جميل حقيقة بيقدمون الفريقين. عبد العزيز الشطي الحكم الرابع يعلن عن دقيقتين وقت بدل ضايع احتسبهم سعد الفضلي حكم المباراة. كرة ملعوبة سالم الأجري ناحية اليمين بيحاول يمر الأجري بيلعب كرة عرضية خطرة لكن يبعدها علي فورد توصل الكرة إلى حسين عبد الله حاول لعبها إلى هنري بمحاولة الآن هنري حاول تقدم لكن تطول الكرة إلى خارج الملعب مع التغطية الدفاعية كورنر كورنر اللحظات الأخيرة الآن اللحظات الأخيرة لأحداث الشوط الأول والكورنر لصالح الفيحيل والتعادل حاضر بقراءة اللاعبين والكورنر نواف الخالدي على التنفيذ كرة اللعب المحاولة لصالح الفيحيل تنحط لكن يبعدها دفاع نادي الشباب ترجع مرة ثانية إلى ناجي العجمي ناجي العجمي بيلعبها بهي ناحية اليسار لكن صافرة سعد الفضلي تني أحداث اللقاء بتعادل الفريقين 1-1 بالدقيقة 8 هنري بيسجل هدف اللي في حيل لكن هي لا ما انتهت المباراة والصفرة كانت بخطأ عكسي خطأ عكسي المباراة ما انتهت إذن كرة اللعب لصالح الشباب محمد دوسري إلى أوسينو نداي نداي كرة معاه بيلعبها ناحية اليسار عرضية بتمر خطرة يوسفاي بيتركها لكن تطول وأقرب إلى دفاع لفحيل وفاول لصالح لفحيل سلامات سالم الأجري إشارة حكم مباراة يعني كانت كأنها يعني كأن المباراة انتهت مع الصفرة والإشارة لذلك العذر والسموحة بالنسبة للقطة الأخيرة إذن نقدر نقول إحنا في اللحظات الأخيرة الآن والفاول لصالح لفحيل والاحتكاك مع سالم الهاجري كابتن وقائد لفحيل لكن هذه المرة فعلا يطلق الصافرة سعد الفضلي بنهاية أحداث الشوط الأول ما بين الفريقين بالدقيقة 8 هنري بالدقيقة 36 يوسو باي بيسجل التعادل لصالح الشباب خلكم معنا مشاهدينا نذهب بشكل سريع إلى عبد الله الأنصاري والحديث عن أحداث الشوط الأول بعد قليل تفضل زميل عبد الله حكم المباراة سعد الفضلي في مباراة تقام في استاد نادي الشباب وسعد الفضلي حكم المباراة ينتظر جاهزية الأمور من زملاء وحضور الفريقين عدد الكامل في انتظار اكتمال العدد إذن ما زلنا في المتابعة تحية موصولة لكل من يتابعنا عبر القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت نتابع معكم أولى لقاءات الجولة الثالثة والتغيير الآن اللي حضر أيضا في هذه اللحظات لنادي الفيحيل دخول اللاعب عبد العزيز القطان وخروج اللاعب حسين عبد الله في قراءة ظاهر العدواني وفي داعي الإصابة في الشوط الأول للشباب دخل علي فورد كلاعب بديل عن ناصر سالم اللي نتمنى له الشفاء بإذن الله والإصابة تكون بعيدة أكيد نتمنىها استئناف أحداث المباراة في الشوط الثاني كرة اللعب الأزرق للشباب أصبح على اليسار وأحمر لفيحيل على جهة اليمين والمنظر العام لملعب المباراة نادي الشباب في منطقة ومحافظة الأحمدي
بأجواء جميلة في هذا اليوم الخميس 2/12/2021 مع هجمة لنادي الشباب. كرة اللعب دافي نغلة جئت اليمين علي فورد وبيحاول يمر بيلعب كرة لكن تغطية من ناجي العجمي إلى خارج الملعب. جئت اليمين مشغولة هذه لحظات مع علي فورد يلعب رمية التماس داخل منطقة الجزاء صاحب الهدف الشبابي يوسوباي لكن كرة بترجع علي فورد منقولة على المرمى خطرة لكن بتمر إلى خارج الملعب. أولى لمسات فريق نادي الشباب وأول الهجمات وأول المحاولات وصاحب المبادرة الأولى بتسجيل الأهداف من كورنر نادي الفيحيل والرد أيضا كان من كورنر لنادي الشباب. نبوشا السربي وقراءات الشوط الثاني كرة لصالح الفيحيل رمية تماس ملعوبة محمد نعيم لصالح الفيحيل ديملي بيحاول يكمل فيها لكن مقطوعة جيمس إلى سعد العنزي بيلعبها ناحية اليسار محمد المساوي اللي أشغل المنطقة بشكل جميل محمد المساوي في الشوط الأول أدى أداء جيد الحقيقة بتفاهم جميل تابعناه وشاهدناه محمد المساوي مع أوسين ونداي كرة ملعوبة ناحية اليسار أيضا نداي لكن تطول والكرة لخارج الملعب. عبد العزيز القطان زميل الأمس هو منافس اليوم بالسنوات والمواسم السابقة عبد العزيز القطان كان يلعب لنادي الشباب لفترات لكن يأتي في هذا الموسم مع فريق نادي الفيحيل. كرة منقولة علي فورد قطعها لصالح الشباب لمسة ثانية رأسية وأحمد يونس بيحاول يتابع للشباب لكن مقطوعة والكرة فيها سجال والعجمي بيلعبها لمحمد نعيم نعم بيسيطر ما بين الثلاث حلوة بيحاول ينقلها إلى الهاجري لكن مقطوعة لصالح فريق نادي الشباب. زكريا بينقلها ناحية اليسار منطقة المناورات محمد المساوي المساوي كرة معه بيتقدم بيلعب كرة عرضية تلعب بالرأس خطرة لكن بتعدي إلى خارج الملعب. يوسوباي أداء متميز في ملعب المباراة لفريق نادي الشباب في الحضور وفي هذه النقلة الجميلة من محمد المساوي لكن عدت رأسية يوسوباي لخارج الملعب. كرة اللعب طويلة نغلة توصل إلى دفاع الشباب يبعدها جيمس ترجع مرة ثانية مع الفيحيل لويز إلى جهة اليسار لصالح الفيحيل محمد نعيم تعادل ما بين الفريقين والفرصة سانحة للفريقين لإحراز الثلاث نقاط تقارب كبير جدا حقيقة في المستوى والترتيب يعطي الأفضلية لكل فريق. هنري أيضا بيهيها مع القطان جيت اليمين بيحاول لعب عرضية لكن علي فورد قطعها لصالح الشباب. أحمد يونس إلى أبو مريوم بالاستلام والتسليم إلى يوسوباي يوسف بالنص يراجع بالهجوم لكن مقطوعة منه لويز إلى هنري بيتقدم داخل منطقة الجزاء لكن السقوط أفضلية في الاستمرار يعطيها سعد الفضلي حكم المباراة. كرة بتنقل بالخطأ بتروح إلى الفيحيل مرة ثانية إلى جاسم كرم تغيير من المتوقع أن يكون ناجح حقيقة مع خروج حسين عبد الله من جهة اليمين ودخول عبد العزيز القطان يعني الامتياز اللي يحمل الحقيقة من جهة اليسار نادي الشباب محمد المساوي اللي قدم شوط أول جميل جدا حقيقة مع التحرك الخطير في ملعب المباراة. تكتيك جميل من نادي الشباب جهة اليسار محمد المساوي الآن بيتابع مع هنري وديمبلي
والكرة منقولة سريعة من القطان علي فورد بيحاول يقطعها بيتابعها سيدريك هنري. هنري كرة معاه من ناحية اليمين والمحاولة للتفاهم مع عبد العزيز قطان بيلعب كرة عرضية إلى الهاجري لكن مقطوعة ترجع مرة ثانية لويز. كرة مع الفحيل سيطر الآن في هذه اللحظات بتعرك لنادي الفحيل. عبد الله الشامي توصل ناحية اليسار ناجي العجمي. عجمي برجعها إلى خالد العجاجي. العجاجي كرة معه إلى عبد الله الشامي. شامي بيلعب كرة طويلة ناحية اليمين لكن سريعة وقوية إلى خارج الملعب. هذا عبد العزيز قطان وشوف محاولة هنري هجمة الأخيرة الكرة اللي طالت منه والسقوط. التحام كان غير مؤثر وحسب قراءة سعد الفضلي حكم اللقاء بعدم وجود خطأ. كرة اللعب محمد الموسوي. موسوي بيلعبها إلى أحمد يونس توصل إلى دابي. زكريا إلى الموسوي حلوة إلى ندى عرضية بتمر خطرة لكن بتعدي ويحاول يتابع أحمد بومريوم لكن بالطول تنقطع الكرة لصالح الفحيل. والمحاولان في الهجوم السريع لسالم الهاجري بيعدي بيلعب كرة حلوة خطرة لصالح الفحيل. دبلي بيحاول لكن صدس سعد العنزي حارس مرمى نادي الشباب بتدخل موفق الحقيقة والاحتكاك. احتكاك كان حاضر وواضح مع ديمبلي في هجوم نادي الفحيل وبالسلامة وفي أرضية الملعب يطلب العلاج. شوف حصل احتكاك مع منع الكرة واللمسة كانت هي الفارق الحقيقة في وصول الهدف. كان ممكن يكون لصالح نادي الفحيل لكن خطورة الهجمة بعدها سعد الفضلي. هذه هجمة الفحيل السابقة والمطالبة كانت من هنري كان التأثير موجود وكمتابعة. احنا بعيدين عن القرار لان القرار الوحيد هو لمصلحة المباراة يأتي من قبل حكم اللقاء فقط وصاحب القرار. وهدف الفحيل الحاضر من الكورنر والكرة الملعوبة كانت حاضرة وهدف الشباب أيضا من كورنر بالدقيقة 36. أتى التعادل في الشوط الأول وإحنا الآن في أجواء الشوط الثاني ووصلنا إلى البداية الآن 8 دقائق تقريبا عدت من أحداث الشوط الثاني. تغيير إجباري بالنسبة للشباب بوقت سابق وتغيير اختياري مع بداية أحداث الشوط الثاني لفحيل. نشاهد الآن التغييرات القادمة بالأسماء والأوراق الرابحة. محمد نعيم قاطع كرة جميلة لصالح الفحيل بحاول يلعب كرة لكن تغطية موجودة. حسين نادر مرة ثانية حاول في الاستمرار والسيطرة على الكرة لكن أقرب إلى سعد العنزي حارس مرمى نادي الشباب. كرة اللعب بومريوم إلى علي فورد إلى أحمد يونس في الانطلاق الآن في العمق الهجومي لصالح الشباب ونقلة وكرة عرضية خطرة خطرة الله خطرة وحلوة الحقيقة لعبها يوسباي. استلم ونفذ كرة حقيقة قوية وعدت الخطورة مع التغطية إلى خارج الملعب. شوف الإعادة شوف الإعادة الحقيقة بدابي شوف الاستلام وشوف حطها قوية لكن خالد العجاجي هو من سيطر على الأمور مع التغطية في اللحظة المناسبة في المكان المناسب إلى كورنر لصالح الشباب. والحقيقة بلمسة كانت جميلة من المهاجم يوسباي بالاستملال والتحضير المناسب بالتنفيذ الجميل. شنو نداي كورنر ملعوبة محاولة لكن أقرب إلى خالد العجاجي حارس مرمى نادي الفحيل بيلعبها طويلة ناحية ديمبلي جهة اليمين
تغطية موجودة من المساوي، ترجع مرة ثانية ديمبلي إلى لويز بيحاول يتابع لكن مقطوعة، وفي فاول لصالح الفهيل. شايف منور المطيري لصالح الفهيل بيجهز نفسه، كذلك ناصر القحطاني لصالح الفهيل، كرة ملعوبة. علي فورد براسة لصالح الشباب، ترجع مرة ثانية تغطية لكن الكرة لصالح الفهيل إلى نواف الخالدي، لمسة بالأمام حلوة إلى هنري لكن أقرب إلى سعد العنزي. تغييرين بيجهزهم إلى الآن ظاهر العدواني، الانتظار الآن في اللمسات اللي ممكن تكون مؤثرة أكيد، تغيير بهذا العدد وممكن يصل إلى ثلاث وهو التوقف الأول بالنسبة للفهيل محسوب بالتغييرات. ناصر القحطاني ومنور المطيري، كرة بالنصف فاول، لصالح فريق نادي الشباب. جيمس بيلعب ناحية اليمين، علي فورد أيضا طويلة إلى يوسوباي، كرة مع داخل منطقة 18 خطرة، تحضير وتهية تسديدة حلوة لكن بعيدة من أحمد يونس إلى خارج الملعب. إذا التغيير قادم لنادي الفيحل، أيضا تغيير ثالث، تغيير ثالث فواز الرشيدي، ثلاث لاعبين تغييرات، ثلاث لاعبين فواز الرشيدي وناصر القحطاني ومنور المطيري، أسماء وأوراق إذن أكيد راح تكون مؤثرة. خروج نواف الخالدي وسالم الهاجري، ويظهر لويز والبديل الثالث في المباراة ممكن يكون ديمبلي. جاي ديمبلي هو البديل الثالث اللي يخرج، لويز إذن موجود في منطقة الوسط، أما ديمبلي والخالدي وسالم الهاجري. تغييرات ظهر العدواني، نشاهد ثمار التأثير والتكتيك في هذه اللحظات، يأتي لمصلحة فريق نادي الفهيل. كرة ملعوبة لصالح الشباب، علي فورد طويلة بيلعب إلى يوسوباي لكن التغطية من أمامه من قبل ناجي العجمي إلى خارج الملعب. دفاع الفهيل، علي فورد كرة معه، حاول لعبه لكن لويز قطعها إلى العجمي بيلعبها طويلة، توصل الكرة بالنص. زكريا ديالو نقلة نداي بيحاول لكن مقطوعة لفهيل إلى منور المطيري، منور بيحاول ينطل وجهة اليسار لكن بيغطي من أمامه علي فورد والكرة إلى خارج الملعب برمية تماس. تلعب إلى الشباب، زكريا يالو وتدخل وفي قرار، يظهر في قرار، يظهر في قرار وتدخل ومطالبة وبالسلامة. زكريا ديالو والاحتجاج موجود من قبل اللاعبين والمطالبة والسماح للطاقم الطبي لفريق نادي الشباب. بالسلامة زكريا ديالو وتدخل من قبل ناجي العجمي مدافع نادي الفيحيل، أيضا هو يعني تأثر من التدخل. بالسلامة للاعبين الفريقين، وسعد الفضلي أكيد عنده مراقبة ومتابعة مع الزملاء في تغنية البيار المصاحبة لهذا اللقاء والانتظار للقرار
وفي غرير إداري لناجي العجمي يظهر. لكن عدم الرضا من التدخل بالنسبة لنادي أو الطاقم الإداري والفني لنادي الشباب. إذا الانتظار وما زلنا بأجواء التعادل في المباراة ما بين الشباب والفيحيل في أولى انطلاقات الجولة الثالثة. نادي الفيحيل سجل أول أهداف المباراة ورجع فريق نادي الشباب بتسجيل هدف التعادل. إذا الإنذار لناجي العجمي ليظهر أن الإصابة مؤثرة. يظهر أن إصابة ناجي العجمي. منان السلامة لاعب نادي الفيحيل بالسلامة. بالسلامة ناجي العجمي ليتم تغييره ولا التأكد من جاهزية اللاعب من قبل الطاقم الطبي. لهذه المباراة والقراءات بالنسبة للطاقم الطبي لنادي الفيحيل يتأكد. إذن الفاول لصالح نادي الشباب والإنذار يأتي لناجي العجمي. دفاع الفيحيل وهجمة الآن لصالح نادي الشباب والمحاولة لكن إبعاد الكرة لخارج الملعب منور المطيري. علي فوري بيلعب رمية التماس طويلة ناحية اليمين كرة موجودة إلى دافي. دافي حلوة بالكعب فورد لكن تنقطع إلى الفيحيل. ناجي العجمي لويز. ناجي العجمي تفاهم ما بين الاثنين في بناء الهجمة الآن في منطقة شق الدفاع للفيحيل. تغيير الآن في تحرك في ملعب المباراة في محاولة وجود تأثير إيجابي من خلال التحرك وإيجاد فرص تسجيل الأهداف. كرة ملعوبة طويلة لصالح الفيحيل. سعد العنزي حارس مرمى نادي الشباب يقطعها. توصل كرة بالنص. زكريا ديالو. حمد الموسوي كرة معاه. توصل بالنص إلى جيمس لنادي الشباب. علي فورد ناحية اليمين توصل أحمد يونس حاول يستلم كرة وهي لنفسه لكن بيغطي ناجي العجمي. دفاع الفيحيل توصل مع القحطاني إلى جاسم كرم. وضح الضغط في ملعب نادي الفيحيل من قبل فريق نادي الشباب في محاولة إضعاف فرص البناء. لاحظ التكتيك الجميل ما بين الفريقين نشاهده ويستمر قطع الكرة والاستمرار. نادي الشباب محمد الموسوي الكرة معاه الآن بيلعب لوب جميل إلى يوسي نداي لكن عبدالله الشامي قاطعها من أمامه. توصل الكرة بالنص مرة ثانية لصالح وازن رشيدي لفيحيل لكن جيمس بيغطي. جيمس بيغطي إلى حسين نادر. الشباب أيضا بنفس الأسلوب الطريقة بيحاول الفيحيل يصعد بخطوطه في ملعب نادي الشباب أيضا في محاولة المواجهة لإضعاف الفرص. سعد الفضلي حكم اللقاء. إلى الآن الأمور في قراءة التحكيم بدون أخطاء إلى الآن بقراءة المتابعة. كرة بالنص توصل إلى ناصر العجمي بينقل كرة ناحية اليسار
ناجي الى هنري بيستلم بيمر بيلعبها الى محمد نعيم خطرا لصالح فيحيى بيقول الله وفي رايه الرايه موجوده والاسلوب والطريقه حلوه حلوه للفيحيل التفاف سيدريك هنري وبناء في لمسه كانت في الشق الهجومي للفيحيل شوف شوف مرت وتغطيه سعد العنزي وخطوره كانت حاضره للفيحيل لكن الكره بالنهايه بغرات المساعد الثاني علي كرم بوجود حاله التسلل في اللقطه الاخيره كره اللعب لصالح الشباب احمد يونس يوسف باهي تنقل محمد المسوي موسوي توصل ناحيه اليسار نداي ومع المسوي الى زكريا ديالو مدبو مريول بيحاول يشوت لكن المتابعه موجوده علي فورد اللمسه كانت سريعه والكره الى خارج الملعب الى خارج الملعب كرة اللعب لصالح الفيحيل نبوشة يبحث عن الافضل في الاداء ورقم الافضل انتقلت الان بتحرك فريق نادي الشباب في معظم فترات احداث الشوط الثاني مع البداية اورفانك دافي دافي ناحية اليمين بيرجعها توصل مع علي فورد بالارض ملعوبه لكن مقطوعه لويز للفيحيل كرة اللعب لصالح الفيحيل عبد الله الشامي شامي كرة معاه توصل الى فواز واللمسه مع لويز لكن مقطوعه نادر بالنص ومريوم مقطوعة لصالح الفيحيل القحطاني بيلعبها الى فوز الرشيدي رشيدي بيحاول يلعبها محمد نعيم لكن علي فورد والكرة يبعدها احمد بو مريوم الى خارج الملعب شايف جهة اليمين ضغط عالي جدا على الظهير الايمن علي فورد مع يعني اداء المهام الهجومية والدفاعية كرة اللعب إلى لويز لصالح الفيحيل تنقل ناحية اليمين عبد العزيز القطان نقلة حلوة سريعة لصالح الفيحيل في محاولة الآن لهجمة من ورد المطيري لمسة لفوز الرشيدي بيحاول يمر حاول عدي لكن جيمس قطعها من أمامه داخل منطقة 18 ترجع مرة ثانية لصالح الفيحيل في دربكة في محاولة سيطر على الكرة لكن القطان بيسيطر لصالح الفيحيل عرضية لويز منقولة إلى هنري لكن يشيلها باللحظة الأخيرة دافي ترجع مرة ثانية لصالح الفيحيل أيضا عبد العزيز القطان يلعب كرة قصيرة لمنور والمحاولة الآن في كرة عرضية ممكن تكون لكن التغطية والكرة بالطول إلى خارج الملعب لصالح الشباب ركلة مرمى لعادة منور المطيري والمتابعة والربكة الحقيقة اللي حصلت والاحتكاك ركلة مرمى لصالح الشباب والتعادل ما زال مسيطر على الأمور والمتبقي 20 دقيقة من أحداث المباراة والشوط الثاني تعادل ما بين الفريقين بأداء جميل حقيقة ما بين الفريقين كرة ملعوبة لصالح الشباب دافي ناحية اليمين في الانطلاقة والمرور والوصول لكن ما زال موجود ناحية اليمين أورفينغ دافي لكن مقطوعة من أمامه لصالح الفيحيل إلى لويز ناحية اليسار حلوة والمحاولة الناجحة في المرور الجميل منور المطيري حلوة بيلعبها مرة ثانية بيتابعها حلوة منور المطيري لكن سريعة
سعد العنزي أقرب والمتابعة موجودة، لكن في راية موجودة، في راية موجودة الحقيقة، لمسة منور المطيري في منطقة الوسط في الحصول على الكرة والتمرير بشكل جميل ما بين اللاعبين نادي الشباب. لمسة كانت جميلة من هذا النجم حقيقة، نجم من يفعل هذه الأمور في ملعب المباراة يستحق أن نقول عنه نجم الحقيقة. في أثناء المباراة كرة مقطوعة بالخطأ لصالح منور المطيري، بيحاول لعبها في المرمى لكن التغطية تغطية، وفي أيضا حالة تسلل في اللعبة الأخيرة منور المطيري. خطرة كانت اللعبة، تهاون كان موجود في الشق الدفاعي لنادي الشباب ما بين الدفاع وحارس المرمى، وشوف لأن اللعبة لعبت من الزميل، وبالخطأ كانت موجودة لصالح الفحيل. كرة ملعوبة لصالح الشباب، أحمد بومريوم في محاولات زكريا، الانطلاقة في العمق الهجومي لصالح الشباب إلى دافي ناحية اليمين، بيلعبها كرة عرضية لكن عبد الله الشامي دفاع لفحيل قاطعها، بيلعبها طويلة ناحية اليسار إلى محمد نعيم في المحاولة للسيطرة والدخول من أكثر من لاعب، علي فورد قاطعها، كرة أفضلية في الاستمرار، أحمد بومريوم يونس بين المسها والمحاولة إلى يوسباي لكن إبعاد الكرة من جاسم كرم إلى خارج الملعب، لخارج الملعب جاسم كرم يبعد من أمام يوسباي الكرة اللي كانت ممكن تكون مؤثرة في أحداث المباراة. كرة اللعب في محاولة صالح الشباب يوسباي لكن إلى خارج الملعب، وشايف التغييرات الآن لنادي الشباب قادمة، شايف محمد الزنيفر بين نفسه للدخول وخروج، أحمد يونس إنما سعد العازمي، سعد العازمي يدخل بديلا عن زكريا ديالو، سعد العازمي والبديل القادم تغييرات الشباب الآن أتت في مرحلة التغيير بالنسبة لقراءة الطاقم الفني نبوشا ومالك جون. كرة اللعب المحاولة لصالح الشباب خطرة لكن خالد العجاجي في اللحظة الأخيرة بيبعدها في محاولة الآن والسيطرة نداي إلى محمد المسوي ناحية اليسار وتشكيل الخطورة المتواصل، كرة ملعوبة قصيرة إلى نداي، محاولة للشباب لكن فأول لصالح الشباب، فأول جاءت اليسار في منطقة الوسط. كرة اللعب زنفر نداي في محاولة الآن لكن مقطوع الكرة لصالح الفهيل، هنري بيسلم الكرة بالنص في محاولة في الانطلاقة إلى فوز الرشيدي، رشيدي بيغير ناحية اليسار في هجمة مع محمد نعيم، سيطرة بالنص إلى القحطاني رشيدي لكن تغطية من سعد العازمي، كرة مع الفهيل توصل ناصر القحطاني إلى عبد الله الشامي، الوقت الآن هو الوقت الحرج بالنسبة للفريقين، ربع ساعة الأخيرة متبقية تقريبا، عبد العزيز القطان بيحاول يسيطر لكن أفضلية في الاستمرار مع سقوط القطان وروح رياضية إخراج الكرة إلى خارج الملعب بإصابة عبد العزيز القطان بالسلامة أرضية ملعب المباراة. بالسلامة القطان، امتحان مع محمد الموسوي، يقوم بالسلامة عبد العزيز، بس
السلامة وظاهر العدواني ما زال يبحث عن الحلول والخروج بهدف التقدم. سناف اللعب ورجوع عبد العزيز القطاني إلى ملعب المباراة بالسلامة. كرة مع نادي الشباب. ناحية اليسار محمد الموسوي بينقل كرة حلوة لمحمد زنيفر، بيسيطر على الكرة زنيفر، بينتقل فيها ناحية اليمين والمراقبة كانت جاسم كرم وفي فاول لصالح الشباب. فاول في مكان خارج منطقة 18، في مكان ممكن تكون فيه لعبة فنية، في لمسة ممكن يكون فيها تأثير، وخاصة مع إبداع الحقيقة حمز نيفر في مرحلة التحضير في الكرات الثابتة. كرة مع الشباب، حمز نيفر يلعب بيسارة لكن التغطية من هنري اللي راجع إلى خارج الملعب. كورنر لصالح الشباب. كورنر 1-1 ما زالت النتيجة في افتتاح الجولة الثالثة. الفريقين بحاجة لثلاث نقاط. كرة ملعوبة للشباب، يبعدها القطاني إلى خارج الملعب. بالسلامة أيضا في سقوط في أرضية الملعب. بالسلامة بيقوم هنري بالإعادة، احتكاك اللي حصل ما بين سعد العازمي، وكرة ملعوبة من كورنر لصالح الشباب لكن في خطأ عكسي لصالح لفحيل. إذن الكرة لمصلحة لفحيل، ويظهر أيضا سعد العنزي حارس مرمى نادي الشباب يطلب العلاج. بالسلامة سعد العنزي. إذن نجدد التحية لكل من يتابعنا عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، نتابع لقاء ضمن منافسات دوري السيسي للدرجة الممتازة في مباراة في ملعب نادي الشباب، واللقاء اللي يجمع الشباب والفحيل. تعادل الفريقين الآن وحاصل نتيجة المباراة. بالسلامة سعد العنزي تلقى العلاج واستئناف اللعب والانتظار الآن في الدقائق المتبقية من أحداث المباراة. كرة ملعوبة لصالح الشباب، يوسف أباعي والمحاولة للتفاهم مع زنيفر. زنيفر بيحاول يسيطر على الكرة لكن مقطوعة لصالح الفحيل. لويز إلى ناحية منور المطيري، جيت اليسار محمد نعيم، ناصر القحطاني مقطوع من الكرة إلى دابي، إلى نداي مع الموسوي. نداي حمد الموسوي، كرة مع جيت اليسار، موسوي بيلعب عرضية خطرة لكن بتعدي سريعة كانت على يوسوباي إلى خارج الملعب. مهاجم سنغالي، ووضعية كانت حالة تسلل في بداية اللعبة. كرة لمصلحة لفحيل، خالد العجاجي بيلعبها طويلة. إلى خارج الملعب،
علي فورد، رمين تماس، تلعب محمد نفر، ايضا لصالح الشباب علي فورد على التنفيذ، رمية التماس جاءت اليمين، كرة اللعب يوسباي، اول لصالح الفيحيل، كرة اللعب توصل الى جاسم كرم، بالنص لمنور المطيري، فاول لصالح الفيحيل، كرة اللعب توصل بالنص، ناصر القحطاني الى منور المطيري، منور بينية حلوة لمحمد نعيم، عرضية بتمر لكن يبعد حسين نادر، وفي حالة تسلل مع اشارة الحكم المساعد الثاني في اللعبة الأخيرة. ما زلنا إذن في المتابعة لأحداث المباراة، تشكيل الفريقين في أرضية الملعب في المراقبة والمتابعة تضعف فرص البناء لهجمة ممكن تكون صحيحة. رمية تماس لصالح الشباب، حمز نيفر بيلعبها إلى علي فورد، لعبة سريعة ممكن تكون الآن ناحية اليسار في المكان والزمان محمد المساوي، لكن مقطوع من أمامه عبد العزيز القطان، وحسين نادر قاطعها لصالح الشباب مرة ثانية إلى ناحية اليسار، لعبة إلى نيفر، نيفر بيحاول يسيطر على الكرة، وأكثر من لاعب للفيحيل، ودربك خارج منطقة 18 وفي فاول لصالح الفيحيل. كرة لصالح الفيحيل، تلعب ايضا فاول، ويظهر الان انذار، ممكن نشوف انذار على محمد الموسوي، انذار على لاعب نادي الشباب محمد الموسوي، فاول ملعوب لصالح الفيحيل، الى القحطاني بيرجعها، توصل الى عبد الله الشامي، شامي كره معه بيتقدم، يلعب كره في الامام حلوه لفوز الرشيدي، فواز حاول التقدم لكن يرجع الى محمد نعيم، نعيم منور المطيري لكن مقطوعه منه احمد بو مريوم لصالح الشباب، فورد بيلعبها طويله، يوسوباي بكره لنفسه بيتقدم فيها سريعه، بيلعب كره عرضيه خطره ممكن تكون لصالح الشباب، نداي بيستلم بيسلم الى يوسوباي، وبيحاول يلعبها لكن تغطيه دفاعيه، مره ثانيه ترجع كره عرضيه الى صالح الشباب، محمد نفر جاءت اليسار، محمد موسوي بيلعب عرضيه لكن يشيلها جاسم كرم، كره اللعب نص الملعب الى حسين نادر، توصل الى سعد العازمي، اور فانك باي عازمي حلوه بيسيطر، يلعب كره ايضا حلوه ناحيه اليسار الى المسوي، مسوي بيلعب كره عرضيه حلوه، محمد نفر خطره لكن تنشال من دفاع الفيحيل، حلوه وخطره الحقيقه، اللمسه كانت من البدايه في التحضير، سعد العازمي الى المسوي، محمد المسوي بيلعب كره عرضيه جميله ايضا لكن طالت على محمد نفر في الاستلام، ويبعدها دفاع الفيحيل في محاوله لنادي الشباب، والخطا
في اللعبة الأخيرة لصالح الشباب. دابي أورفنج دابي، شوف سعد العازمي استلم كرة ما بين اثنين، لعب كرة جميلة بنقلة جميلة، وأيضا محمد المسوي أيضا صنع عرضية جميلة الحقيقة، لكن طالت وتغطية دفاع لفهير كانت هي الأقرب. والفاول الآن لصالح الشباب والأقرب إلى التنفيذ محمد نيفر، راح يلعبها بيسارة والاستفادة الآن متاحة، ممكن تكون في استفادة والوقوف منور وناصر من الفيحيل، وزنيفر الآن يلعبها والمحاولة في كرة عرضية سريعة بتمر وتعدي إلى خارج الملعب مع متابعة يوسيباي مهاجم نادي الشباب. للسلامة ناجي العجمي يظهر في إصابة، بالسلامة ناجي العجمي في أرضية ملعب المباراة. في الدقائق 15 الأخيرة اللي مرت الآن وإحنا وصلنا إلى 87، الربع ساعة الأخيرة أصبحت الأمور بعيدة عن الندية، فقط الحذر واضح وتركيز الحقيقة من قبل الفريقين في ملعب المباراة، لذلك ما شفنا الخطورة اللي ممكن نذكرها في فترات سابقة من أحداث المباراة. شايف وليد فالح بيجهز نفسه، راح يغادر إذن ناجي العجمي ويدخل وليد فالح. غير الآن وليد فالح يدخل بديلا عن ناجي العجمي. إذن تغيير بداية للصبا، كرة لصالح الفيحيل، خالد العجاجي بيلعبها طويلة، كرة بالنص لفهيل، وازن رشيدي بينطلق فيها ناحية اليمين ومعه منور المطيري، وازن رشيدي بيلعب عرضية إلى هنري بحاول يستقبلها لكن تطول أقرب لها، أورفانك دابي اللي بيلعبها طويلة لكن وليد فالح بيستقبلها، ترجع الكرة مرة ثانية لصالح لفهيل والتغطية من دابي والكرة لصالح لفهيل، رمية تماس محمد نعيم توصل مع الفيحيل، تنتهي أحداث المباراة مع التعادل، تعادل الشوط الأول، ولا يأتي هدف في نهاية أحداث الشوط الثاني وتتغير القراءات والحسابات. كرة منقولة طويلة لصالح يوسوباي لكن سريعة لخارج الملعب، راح ننتظر الآن احتساب بالدقائق وقت بدل الضايع. كرة اللعب محمد نعيم إلى منور المطيري واللي خارج الملعب أيضا لصالح الفيحيل، إذن الوقت بدل الضايع 4 دقائق احتسبها. حكم المباراة سعد الفضلي يعلنها عبد العزيز الشطي حكم المباراة الرابع. كرة ما زالت بالنص مع الضغط اللي حاضر من لاعبين الفريقين في منطقة الوسط، وليد فالح مقطوعة ترجع محمد نعيم، ناصر القحطاني بيلعب كرة حلوة لصالح الفيحيل، فوز رشيدي لكن بيغطي سعد العازمي، لازم تلعب الهجمة بشكل كامل وبعد ذلك يعلن حكم المباراة
عن الحالة. هو حسب تعديل القوانين لأن تقنية الفار هي مصاحبة في المباراة، لكن هل يساهم ذلك في يعني إضعاف يعني الحس الكروي وتمضية أو إضاعة وقت من وقت المباراة؟ هي قراءة أكيد المسؤولين عن اللعبة. وكرة ملعوبة لصالح الشباب في محاولة ترجع الكرة لمصلحة نادي الفيحي لمحمد نعيم. تحضير جهة اليسار، إرجاع وليد فالح بحاول لعبها، كرة مقطوعة، زنيفر بحاول لعبها لكن بالخطأ وأيضا بالخطأ، والمتابعة إلى القطان اللي بيلعب كرة ناحية اليمين لكن منور المطيري سريعة الكرة إلى خارج الملعب. إلى الآن شايف في ربكة في وسط الملعب، ربكة من لاعبين الفريقين، والربكة اللي ممكن تؤدي إلى ضياع فرصة تسجيل هدف الفارق في المباراة. أعتقد ممكن نذهب إلى التعادل في الأربع دقائق في الوقت بدل الضياع. المفاجئ من أي فريق الآن، هدف يلغي كل الرؤية اللي تابعناها في العشرين دقيقة الأخيرة. لما ذكرت أن متبقي عشرين دقيقة تغيرت الأمور إلى مرحلة الهدوء في لقاء الفريقين. هل تتغير هذه النظرية لهدف يفاجئ فيه الجميع؟ ومرور المطيري بيلعب كرة عرضية بتمر لكن دابي بيشيلها من أمام محمد نعيم. كرة ترجع مرة ثانية وليد فالح، عبدالله الشامي أيضا بيحاول يتابع لكن مقطوعة. كرة ممكن تكون لها هجمة عكسية من دابي ناحية اليمين، وتدخل جاسم كرم مؤثر بالهجمة، وكانت ممكن تكون هجمة خطرة لصالح نادي الشباب. والإنذار إلى جاسم كرم، شوف الإعادة، كانت ممكن تكون هجمة سريعة وهجمة ممكن تكون مؤثرة وهجمة ممكن تكون فيها خطورة على مرمى نادي الفيحيل، لكن جاسم كرم اختار التأثير على الكرة، والكرة إذن لمصلحة الشباب والفاول لصالح الشباب. جانب أيضا من الاحتكاكات اللي تحصل في المباراة، والفاول لصالح الشباب، الفاول لصالح الشباب. عبد العزيز بيلعبها والمحاولة خطرة لكن بيشيلها من أمام المرمى. جاسم كرم إلى منور المطيري اللي بيتابعها، ناصر القحطاني جهة اليسار لصالح الفيحيل بيحاول يمر لكن التأثير أيضا سلبي، وأحمد بومريوم يعتذر والخطأ موجود فني إيقاف الهجمة. أحمد بومريوم كما هو الحال، شايف أيضا الإيقاف، خطأ فني، خطأ فني. رمى العوبة للفحيل في محاولة الآن منور المطيري والرغبة في الحصول على هدف المباراة. منور المطيري بيحاول والكرة بالطول، وسعد الفضلي حكم المباراة ينهي أحداث المباراة بالتعادل ما بين الفريقين. اللي حصل في الشوط الأول، الشوط الأول اللي سجل فيه هنري بالدقيقة الثامنة هدف لفيحيل من كورنر، وهدف التعادل من كورنر أيضا الشباب عن طريق اللاعب يوسو باي، لتنتهي الأحداث بأحداث الشوط الأول، التعادل ما بين الفريقين 1-1.